L'été, c'est bon. الكرة هي السبب. مشات جبالو. فمتابعي قناة شوف تيفي على بركة الله، قصة أليمة وقصة محزنة متابعي. لا غير ما تغوتيش عليهم أخالتي، غير ما تغوتيش عليهم، أخليهم أخليهم. غير ما تغوتيش عليهم أخالتي. قصة أليمة وقصة محزنة متابعي قناة شوف تيفي. نادية 13 سنة وفاتها المنية في هذا السهريج متابعي قناة شوف تيفي. حقائق صادمة، قصة غريبة، أب مسكين لا حول ولا قوة إلا بالله. غادي نمشيو عندو نسمعو القصة الحقيقية. أنا نجيب الكورس، أنا نجيب الكورس كورس. القصة الحقيقية سمعني يا أخي، البركة في راسكم يا أخي، كتب الله هو هذا. فمتابعي قناة شوف تيفي بصفة السيد بس كنا من البكاء، لحقاش البنيته الوحيدة اللي عنده مستوى دراسي جيد، حتى الأستاذ ديالها كان في المقبرة البارح كان كيبكي، علاش كيقول لكم مشات بنيته اللي كانت مستوى جيد هي اللي عندك يا أخي، كتب الله هو هذا. عاود لي القصة كاملة. القصة كاملة، وكنت أنا خدام في البلاد وشي خدمة لا جورني لا والو. ساكن انا هاد السكنه اللي عاطي لي ساكنه السيد، ساكن بحال اللي عساس بلا ريال لا جوج. ما كتخلصش. خدمت شي حاجه هنا كيعطيه لي، ما خدمتش شي ما يعطيليش، سير دبر على راسك. واه هذه الخدمه اللي خدامني، خدام في البلاد اللي هي طلعت الدري واخته كيلعبوا الكره، كره مشات للساريج، تبعت البنت دخلت انا نشرب، الدري دخل مورايا قال لي البنت تحت في الساريج. منين خرجت جبرتها بعيده عليا ب 6 متر ولا 7 متر، ندخل انا موراها غنجيب. غنجيب. ما لحقت ما ندير، بقيت كنضرب في راسي التليفون عرست وما بقى لي ما ندير. حتى السكنه انت تشوف فين ساكن. السكنه بحال الناس لا والو. السكنه الخطر حداك. داك الشيء اللي كيكون الخطر هو في فم الباب. شحال في عمرها ناديه؟ عمرها 13 سنه. 13 سنه. 13 سنه وهي الوحيده اللي عندي دابا مني ما كنشوفهاش بحال اللي ظلمة على عيني. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم. وشنو قصه هذه الكره باش جات لهذا الدور؟ هذه القصه ديال الكره جابتها من المدرسه. المدرسه جابتها ناديه. جابتها ناديه كيلعبوا بها هي وخوها، طاحت تبعتها هي السبب باش مشات لي ناديه. فقصه صادمه متابعي قناه شوف تيفي. هذا السيد ولد باب الله، ما عرفتش انا انسان هنايا متابعي قناه شوف تيفي جالس هنا خدام وما كيتخلصش، جالس بدوني ما فهمتش يا اخي كيفاش خدام وما غتخلصش يا اخي؟ قلت لك الا خدمتي عنده هنا خدمه يعطي لي، ما خدمتش راك تما يربي والدور عليك العام، ما خدمتش عنده هنايا ما يعطيكش بريال. يعني غير ساكن. غير ساكن السكنه، عطيك السكنه. خدمت بالنهار برا واخا راني مزيان، ما خدمت له شيء هنايا راك تما، ما دبر ما تاكل، دبر باش تعيش، دبر باش. انت عساس على هذه الفيرما، عساس على المشاكل. اي خدمه، اي خدمه كنخدمها انايا. الدقه جات فيك. الدقه جات فيا. البنت انا شكون يعوضها لي؟ منين غنجيب هاد البنت هي الوحيده اللي عندي. حتى الاستاذ ديالك البارح حنايا. حتى الاستاذ ديالها خلط عليا البارح ما نعرفوش كاع، حتى خلط عليا قال لي انا الاستاذ ديالها في المقبره. حتى هو عنقني وبقى كيبكي مسكين، البنت هذيك بقات فيا كذا، هي الوحيده هادشي اللي كاين. يا اخي شنو تزيد لنا يا اخي؟ خويا شنو نقول لك انايا؟ بغيت نعرف واش شي واحد اخر سبق له وقع له شي مشكل في هاد السهريجات؟ كاينين 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 بزاف. واه كاينين. مزيان كاينين بزاف. كاين واحد السيد منا عاود هادي شي عامين ولا عاود سلكوا غير الدراري مواطنين بحال هكذا، يعني ما كان لا وقايه لا حتى شي حاجه. حتى هو غرق مات؟ غرق. واه غرق واحد وواحد خرجوه وواحد مسكين مات. واه وهاد السيد هذا مسكين راك تشوف لا حاله. باب الله. باب الله ما عندوش فين يسكن. مسكين انت تشوف مشات له بنيه في طوح هذه السكنه اللي راه ساكن، والله غالب. كنتمناو الناس تعاونوا وتشوف من حاله. كيفاش هذا السهريج هذا ما مغلفش مزيان؟ هكا كديروا لهم تما؟ هكا داير له، هذه هي الخدمه ديالو. كيبقى هكا؟ كيبقى هكا. الخطر كي كديروا مع الخطر؟ الخطر قديت ما جبت انا بالخطر جتني وما قديت شي، كل شيء راه باين. قديت ما تبعد من الخطر، بعد ما بعد شيء زدت تسولي غتجيبها في راسك. 13 عام ولا 12 عام مازال ما تعرفش الخطر. مازال ما تعرف الخطر، هذيك مازال مسكينه غير ملائكه، هذيك هي اللي عندي هي غير ملائكه، مازال هذيك ما عارفه والو. واش عارفه راسها غتجي هنايا؟ ما عارفاش راسها، هي مشات لها الكره تبعت الكره، بالا غير في الكره هي غتلعب الكره. مشات صدقت هي مشات الكره بقات فوق الماء. شو تزيد لنا يا اخي؟
انا عمها بارك الله فيك انا مشى معاك انا كنت حاضر انا منين جيت هنا جيت انا كنخص تكون فولا صالح جيت لهنا لقيت مول البلاد هنا في واقف هنا والبنت اللي وحافو صارت ليا مول البلاد من هنا جريت عليه انا جريت قلت له واجي كتشفى وبل فيها كان كيتشفى انا هو اللي دخلت انا دخلت الساري جانا دخلت الساري وكان قلب وراك عارف دابا ديك ناقص بدون شعور بيضوها وما كاين غامرت بحياتي على قبلها ولكن الغالب الله ما لقيتهاش كان الساري عامر عيد مقلب شحال ديال الطول في الساري تقريبا راه فيه 800 متر تقريبا واه عيد مقلب اخويا وغلبني الماء وخرجت مول الفيرما شنو مول الفيرما كان هذا كيتفرج انا جاي جري ولكن انا هادشي كامل المسؤوليه كنحملها عليه واش اخوتي هذه خدمه هذه اللي داير هذا الساريج هذا يلا عندكم اي ساريج هنا في هالمنطقه هذه كامله الا ما كان جا السير مضروب سال الفوق حكموا عليا باش بغيتو هذا القانون هذا القانون هادشي كامل ولد عمي دار فيه الرشوه راه هو دار الرشوه والمقاول دار الرشوه وجات بنت جات في الناديه وجات مسكينه بنت خويا وهادشي اللي كاين ولد عمي انا راني ما سمع المال ديالي ولا اخيره باغي نتبع في القانون بسم الله فين ما بغاني معاه لا حول ولا قوه الا بالله حضرتي على البنيسه ملي كتغرق حضرتي على البنيسه كتجبد ما انا جبدتها مسكينه مني جبدوهاش ساليها من ذاك المنظر شنو نقول لك ما قدرت تشوف فيه شكون جبدها شكون جبدها؟ جبدها هو هاد الدري مولا الصالح كنكون انا الى انا بوحدي اللي قشعتها قلت له ها هي البنت ذاك الدري مسكين ما كنعرفوش لا جبدها ولد الوقايه المدنيه الوقايه المدنيه وايلي حتى انت ها فين قاعدين هنا كيتفرجوا السيده غير شفناها السيده غير شفتها قلت له ها هي قال لي اخويا غادي ندخل قلت له انا كنتحمل المسؤوليه انا عمها سير دخلي نهضر مع شي واحد انا كنتحمل المسؤوليه ما شعرش حيت غير التليفون لاحوني كذب حوايجو شكون سميتو هذا؟ ما خويا والله ما كنعرف سميتو. غير من الدوار. من الدوار ما عرس كيتكون الفوق وشو والنفس غير النفس بنادم انا ما عندي ما نزيد لك ولد عمي لا اله الا الله. قطعتو انتوما ذاك الواد ذاك السارج قطعتوه من لهيه. هو ما بغاش مول البلا ما بغاش. انا نمشيو للتقطيعه فمتابعي قناه شوف تيفي غنمشيو للتقطيعه. ونشوفوا كي داروا جبدوا البنيسه قطعوا السارج من لهيه متابعي قناه شوف تيفي قطعوه باش قدروا ينقذوا يجيبوا البنيسه متابعي قناه شوف تيفي احد المتطوعين من الدوار اللي ما عارفين حتى سميتو الناس هو اللي جبدها البنيسه واخا هكا كانوا حضر الوقايه المدنيه فهمناش قطعتو هذا خويا هذا شكون اللي قطعو جبنا الطريق قطعتو انتو شكون اللي جاب الجماعه ولا شكون جاب يا شي بقينا كنعيطوا هنا والروينه كحله وعاد الجدارميه نهضوا مشاو عاد عيطوا الطريق قطعتو ومنين جات لهنا مول البلاد ما بغاش تقطع الميكا قال لك الميكا ما تقطعش هنا يقول له روح هنا نوضتها معاه التقليد عليا انا كنتحمل المسؤوليه نوضتها معاه هنا وقلت له حرام ديني خلاص قطعت وإلا بغيت نطيح انا واقفين نمشي ولا لا يقلب لا مول البلاد عارف الروح تما عارف الروح تما البنت خمسه سوايع مليو حتى موت الماء وعارف كيف قال لك الماء لا تحفر غا من التحت وعاد نحيدوا عاد نطلقوا الماء قال لي غير هو داك هو بغى الميكا تبقى والروح دي هذيك ماشي هذه ماشي بشر يمكن اكرام الميت دفنوه يعني فجأة ميكا على روح يا خويا انا ما بغيتش تفهم لي هاد الحوايج هذا خويا ما بغيتش تفهم لي انا راه الكبده ديالي راه غادي تدخل من بلاصه لا لا الله يصبركم الله يصبركم انا ما نكذبش عليك اخويا انا ما كنشعر براسي ما سهلش والله ما كنشعر براسي بالله عندك لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن هذا الشيء هذا كامل حنا كنطيعوا من الله سبحانه ولكن الحق ديالنا ما سمعوش فيه باي وجه كان وكان عاوده انا كنتحمل المسؤوليه على الهضره هذه شنو المسؤوليه انت قلتي غير الحقيقه هي المسؤوليه انا كنتحمل المسؤوليه على هذا ولكن بنت خويا راني ما نسمعش فيها راه كواتنا في واحد شنو نقول لك دائما نمشي غا كنمشي ليها كنشوف لهنا كنتفكرها كانت عزيزه ناديه ماشي غير عزيزه ها هو هي الوحيده اللي عنده راه ماشي كانت بنت خويا راه بحال كانت بنتي هاكوره كانت بنتي انا ماشي بنت خويا كانت بنتي انا ها هو كانت عايشه معايا ها هو هذا باه يقول لك كانت عايشه معايا انا الثاني تكويتي انا شحال عاشت معايا مسكينه ولا اله الا الله ولكن حرمونا منها طلبوا ربي ياخذنا الحق ديالنا اش الكلام هذا الكرياج كيبان لي هو طايح بزاف هذا الكرياج اخويا شنو قلت لك انا قلت لك هذا الشيء يعني هذا نورمالمون خصو يكون حتى لهنا القانون ديالو وشي ميكا دايره به هذا في القانون خصو يكون القانون ديالو القانون خصو يكون حتى تما وكيكون طاندي ممنوع بان يدخل له وشي بيبان كتدخل الموتور صافي هذاك الشيء اللي كاين وها انت كتشوف بعيني ها انت شو هذا واش هذا غيشد بنادم هذا الشيء هذا يعني كاين اخطاء كبيره ماشي اخطاء هذا الشيء هذا ما يتقبلوش العقل كاع وندك انا اي ساريج في هذه المنطقه هذه وغادي تشوف السوارج كي دايرين
هذه ماشي خدمه ودعم. هاد الدوار سبقت شي واحد غرق في الساريج اسيدي. كان انا قال لي غرق شي واحد فيها وما دري كيما حاضر. عامين تحسين هادشي لا عامين شي عامين مشات مسكين تاع عنو مشات مسكين مات صافي دفنوه بحال اللي دفنوه كلبو صافي. جبدوه الناس جبدوه غير الدراري من الدوار اللي تعاوتاني من هنا جبدوه كشكوشه خارجه لهم فمو من هنايا جاو البومبيه الخدمه اللي خدموا بقى كيبركلوا على صدرو كيما هكا صافي. قال بالله اللي عطى الله عطى. هذه الطريقه اللي قالوا اصحاب البومبيه. هما ما جبدوش كاع جبدوه على الدوار. كتسكن ليا اخي مسخ الدويره هذه البيضه هذه. شوفوا متابعي القناه شوف هذا السيد فين كيسكن. ولد باب الله ما عرفش انا انسان كيخدم بلا ما يتخلص كيخدم غير العزيز. كيفاش الاخ ديالك كيخدم بلا ما يتخلص ومني كياكل هذا السيد؟ سيدي لا اله الا الله محمد رسول الله ارزاق الله وصافي. ويوقع شي مشكل هو يتحاسب الاول. ما انت كتشوف الا مشات له شي حاجه من هنا انت الاول مشات له شي حاجه ما غيرخكش والله لا رخاك. بحال تلدع له شي حاجه في الموتور هنا ولا قول لي انت ضيعتها تحمل المسؤوليه انت علاش دايرك انت هنا لا اجره لا والو. اجي وضعت لك بنتك انت؟ ضاعت لي بنتي انا صافي هاني بقيت ربنا خلقت انا. كانت عندي بنت بين ليله وضحاها كانت عندي بنت هي اصبحت لها بنت لا والو. المستقبل ديالو ديالو كاين شي المستقبل ديالو. الاستاذ ديال حتى الاستاذ ديالها هو حضر لها هو حضر لها ودفي وكنقول لك انا البنت كانت كتقرا. تعلقني البارح كيما هكا قال لي انا الاستاذ ديالها بحال هكا والله ما نعرفو. لا اله الا الله ما نعرفوش كاع. تعلقني البارح قال لي واش انت هو باها قلت له هو قال لي انا الاستاذ ديالها. اش تعاودنا على هذا السيد هذا مسكين على الفاجعه هذا البنيسات. السلام عليكم. الله يصبرو كتب الله وات. انا جارو ولكن راه بحال عندنا دياس رباس بيناتكم بحال بنتي ماشي حسبي الله. اش كتبكي اخو؟ نهلا واينا ديرا. ها تشوفوا فين كيعيشوا هاد الناس متابعي قناه شوف تي في. جينا فتحنا الجرح متابعي قناه شوف تي في. ها انتم كيعيشوا في هاد الدويره هادي لكن ما عرفناش فين راه عمها. شحال انتم عمها بقوه الصدمه هو جالس غير على الكرسي مريض شويه من رجليه وكذا وهذه عمها بقوه الصدمه متابعي. البركه في راسكم عمي البركه في راسكم. عاود لي على هاد الفاجعه هادي. الفاجعه هادي راه دارت فينا ما خلات من اللي ما دارت فينا كاع. ناديه كانت عزيزه على كانت شو. عزيزه عليا انا النهار اللي سمعت جيت كنجن نتيحو نوض كاع. هيا مسكين تا هو فقت بالبحر وصلت برجلك عيان؟ لا من عيان رجلي هي دابا لحد الان. وكان عيطوا على المخزن يجي وعيطنا على مول البلاد هو الاول قلنا له جبنا جدارميه مشى جاب صحابو هنايا جوج طوموبيلات مستوكين بصحابو جا جاب لي صحابو عندي انا. صحابو شنو غير ما فهمتش جاي يتشفى جا تفرج صحابو داروا شي مساعده ما داروا لا مساعده لا والو بقاو في الطوموبيل ما خرجوش كاع. محمد دايزك خدمت عند هذا السيد هذا؟ هذا آه. خدمت قالوا لي داك لك شي فلوس واه خدمت وكلاني كلاني يا اخويا كلاني كنت شاد عليه هنايا قلب لي كلشي يضرب لي في الزيرو. هذا مول الدار هذا وخويا كان خدام معاه من قبل مني انا وخرجت انا جا خويا. انتما كتخدموا بلا ما تخلصوا؟ لا دابا انت مسكين باين النادي لا انا كنت متخلص أوه. انا كنت شاد عليه بالغله بالعطش بلا البلاد شاد البلاد انا ندي حقي في الزيتون اي حاجه ولاني بحال ما تمليش هدا لي ما تعطاليش فلوسي كامله كاع. لا حول ولا قوه الا بالله. باقي لي حد الان صافي تا قلنا غنضربوا انا وياه. انا ما نكذبش على سمحتي في التالي قلت شدي يديه البركه خرج في حالي مشيت في حالي راني عندي داري. ودابا مني سمعت هذا الاخر ما جيتي بحالك حلقه جيتي جيت كفي الليل في الليل جاي كنطيحو النوض انا مع الطريق من الهيره جاي نطيحو النوض. ناديه شحال من الوقت وهي في الساريج الله يرحمها؟ خمسات سوايع قبل المغرب جاو هي وبنتي من المدرسه خلاتها هنا. طلعت البنت للدار سولتها امها قالت لها ناديه قالت لها راه في الدار شويه دقيقه ولا دقائق عيطوا عليا قالت ناديه راه في البسال. شي اللي كاين عيطنا على البومبيه ما كاين لا بومبيه ولا والو. علاش البومبيه مالو؟ الدراري هما اللي جبدوا موالين البلاد هما اللي جبدوا البنت. تعطلوا البومبيه؟ اه كانوا هنا يلعبوا يشدوا في الكره ويهودوا ويطلعوا ما كانوش يضربوا المال تحت. الدراري هو اللي توطم ولا صالح جبدها والدراري كاع الدراري من هنا السبعه ديال الدراري اللي دخلوا. شكون اللي جاب الفكره باش يتقطع الساريج؟ فكره انا مولفي ياك عمي هذه فكره مزيانه. قلتها للجدرميه قلت لهم خصكم تقطعوا قلت له الحل قال لي بغاو بلاصيو الموتور ديال باش كيخدم داك الدول هي. قال له مول البومبيه قال له الموتور ما يخدمناش لقاش الممجد. مشيت انا لجودان قلت له لجودان علاش ما يجيبوش طراكس ويحلوا من هنا هذا الحرامي
يفعل ما بحال هكا، هذيك الطريقه اللي دار الحرامي والله ما كذبت. هذاك هي الطريقه اللي داروا، عاد بانت بنتها هو اللي شافها، هذا رشيد راه هو اللي شاف البنت، هو وديك الدري اللي تصوتها من لهيه شافوها، نعتلو قالو راه البنت كيتصوتها الدري تصوتها ليها جبدها الصوت الاول، عاد هو دوس حب بومبيه جبدوها تابينها المسيد. المهم كيبقى حتى ليهم ما كوصلوهاش كاع، كنت طلعت للما حتى بينها لهم السيد، قلت لك حتى هزها كيما هكا طلعها لهم، عاد هودوا القهوه. رشيد رشيد فين بان، فين بانت لك هنايا في الساريج؟ فين بانت هنايا في الساريج؟ انت فين جاي من هنا؟ في اجي ورينا وري سير وري مور الكره واحد شويه هذه مور، يعني لا تبانت البنيسه، عاد دخلوا الدراري عاد دخل الدراري جبدها دري يعني حتى نقص الماء عاد واخا نقص الماء، ذاك القوه المساعده جا وصافي هابطين شادي الكور ده ليه ما قدوش يدخلوا، قال لك الماء بارد. الماء بارد؟ واه قال لك الماء بارد. هكا سمعتيها؟ هكا سمعتها، وانا كنت عم المسؤوليه هنا ولهيه. كيفاش الماء بارد؟ قال لك الماء بارد عليهم. واه هو عندي هنا في الفيديو. هاو ها. هاو هذا الدري راه عندك. الماء بارد؟ لا ما مذكوره. اه قال اه قال له. جايبها عاد عرضوا له صحاب. عاد تعرضوا له. الدري خرج من ديك من تخرجها ليا، الدري خرج من ديك الجهه مليح، وداك الولد غير بالحرقه تنقص مسكين، بالحرقه مسكين نقص بحوايجه، نقص بحوايجه بحوايجه بكلش بحوايجه مسكين نقص، جبدها تخرجها ليه وها فين شدوها ليه، شدوها ليه ليها، الدري خرج من ديك الجهه مليح. هودوا جوج الاولين جوج، هودوا واحد جوج في الواله ما جبدوهاش، تا هما هودوا عياو يغطسوا ما لقاوهاش، خرجوا منين خرجوا بحال هكذا كيعاينوا واحد الوقايه اخرى كتجي، قالك سحبت تنفس وكذا، وهذه الساعه ما جابوا لا تنفس لا حتى شي لعبه، جاو هذيك غرقوا حتى هما، هودوا عاوتاني هما باش يجبدوها لتحت، دخلوا تما جا واحد قال لهم الماء بارد بارد، جا طالع بارد واه قال لهم الماء بارد، جا طالع مولي بحال سمعتي قال الماء بارد، قال لهم الماء بارد، جا مولي طالع بحاله، عاود مولي واحد الدري مسكين من هنا توا راك عارف كلها الحر في قلبه، هود بحوايجه مسكين، السوطاج الاول ما حكمهاش غير حداها يمكن ولا ما نعرف، ولا السوطاج الاول طلعها، منين طلعها عاد هودو هما عرضوا لهم من هي جاو جابدينها لا حول ولا قوه، عاونوها بها وداروها ليها مسكينه هذيك هي المنظر يا اخي. اه شفتو انا من البدايه للنهايه حاضرين ديك المنظر شايفينه، ماشي زعما ديك المنظر عايشينه. ناديه ما غتنساهاش يا اخي، ما غاديش ننساها طول حياتي، هذه طول حياتي والله ما ننساها، وما تخرجش من البال ديالي. راه كاع حكاك مسكينه راه هذو الصراحه الله راه طرف من الكبده ودمي، ماشي زعما تبها الثاني ربي لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكن دعنا من الله فينا من الله، ماشي هادشي اللي كاين. فمتابعي قناه شوف تيفي، الام ديال ناديه راه طايحه لدابا ما تقدرش تهضر معنا، حاله هستيريه، الاب حاله حاله الله ما عرفتش، انا السيد خدام وما كيتخلصش، السيد غير يقابل، لكن تمشي شي حاجه يا اخويا انت الاول غادي تحاسب عليها. انا الاول اللي غادي نتحاسب عليها الله يرحمه. اخرى لا قلت لك الا خدمت له شي حاجه هنا غتخلص، انا عايز نفهم هذه مازال ما فهمتها لحد الان، خدمت له شي حاجه هنا غتخلص، ما خدمتش راك تما دبر ما تاكل غيرك مقابل خصك شي ما كاينش، ما كاينش داكشي كاع ما كاين اللي سيفهم واخا نفرض انا جايب الليل باغي نشفر، وديت هذا الموتور هذا يعني راه الا ديتو ما شتينيش غتحاسب عليه انت، ولاني انت راك على القله راك كتحضي هذا الشيء، على القله واحد الشهريه 40 ريال في الشهر والو ما كاينش، ما كايناش داك 40 ما كاين من حتى النص استعباد، هذا كاين لا النص ولا الربع ولا الثلث والو، يعني دابا غير تفهموا، دابا انا دخلت لهنايا وبغيت نشفر تخليني نشفر؟ لا ما خليتش نشفر، ولا شفرت شي حاجه شكون اللي غيتحاسب؟ انا غنتحاسب واخا، وفي الثالث الشهر كتخلص على هذا الشيء؟ ما كنتخلص، قلت لك الا خدم الا خدمتش معاه شي حاجه نقص له زيتون ولا شي حاجه غتخلص، ما خدمتلوش والو ما يعقلش عليه. على حساب السكنه هذا السيد مسكين جالس هنا، انايا على حساب السكنه ما عنديش، راني معاه على حساب السكنه، كنت عندي السكنه ما كرهانيش، هزت الدل وبنتي ما كرهاش ماتت، كرهها باقا معايا، وبنتك مشات لك وبنتي مشات لك حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الكلام الاخر اللي عندي لهم. متابعي قناة شوف تيفي، هنايا طاحت نادية، جابت كرة جابت هاد الكرة متابعي قناة شوف تيفي من المدرسة ديالها، ما غاديش نقولوا هذه هي السبب، لكن الوفاة واحدة وتعدد الأسباب، لكن هاد الكرة حاولوا إما ترميوها ولا ما تخليوهاش هذه للوالدة ديالها، ولا ماشي هذه غتبقى تجبد المواجع، عادي جابت هاد الكرة، الكرة رماها الوليد الصغير تما، البنيسة بقوة ما جايبة الكرة هي من المدرسة وعجبها هذه الكرة، مشات تجيبها لها، جيبها لخاها خمسة السوايع هي تحت الماء حتى قطعوا الساريج من لهي متبع قناة شوف تيفي، لكن كاين واحد علامة استفهام في هذا السياج هذا متبع قناة شوف تيفي، هذا النورمال مو الطول ديالو خصو يكون هنايا، هي آخر بوانتاج هو عنده هنايا، زائد هذا متبع قناة شوف تيفي كيخصو يكون داير بالميكا، زائد متبع قناة شوف تيفي خصها تكون غير الباب ديال الموتور ماشي محطوط، هذا راه مشات فيه ناديه عندها 13 سنه،
يعني حتى صاحب المشروع الا بغيتي راه كاين هنا ناديه وكاين انور وكاين محمد وكاين سعيده وكاين سميره وكاين هذه، الا بغيتو كل عام تمشي وحده راه سهله، بغيتو ديروا الحل راه بيدكم نتوما، اسعدكم الله.